مجلس النواب. مجلس النواب يبدأ في مناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة، بدأ في جلسته اللي عقدها النهاردة الحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس السنة، وطلبت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها اللي عرضه رئيسها الدكتور حسين عيسى بضرورة دراسة أساليب جدية لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله، واقترحت أيضا بهذا الصدد إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة اللي هتطرح في الفترة اللي جاية، مما يعني يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل. ووصت اللجنة كمان بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات اللي بتساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي تفي بمتطلباتهم واحتياجات أسرهم الاستهلاكية لهذه الفئات، لأنه يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا للفئات المستحقة ده هيوفر للدولة كتير جدا. أوصت اللجنة كمان بدراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب واللي بلغ 228.1 مليار جنيه واللي بيغطي حوالي 6 مليون موظف حكومي، مع أننا ناخد برضو في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري لما يقرب من 2 مليون موظف فقط، وبالتالي فعندنا 4 مليون موظف بيشكلوا عمالة زايدة وبطالة مقنعة. وإحنا شفنا قانون الخدمة المدنية لما طرح من الحكومة لقى للأسف رفض من البرلمان، ولكن أما نشوف المشروع الجديد والتعديلات المقدمة هتوصل بينا لإيه. وأوصت كمان اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة بتتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة لعدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، يعني كل إقليم يتضمن من 5 لـ 6 محافظات بتتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية وطبعا الإنتاجية، علشان يتاح لكل إقليم يعني قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بالموارد المتاحة في تنمية قطاعاته الاقتصادية المختلفة وعملية التصنيع بما يتواءم مع معطيات البيئة بتاعته الخاصة بالإقليم.